السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، كيف حالكم؟ عساكم الله بخير. بعد مرة رديت أصور من السيارة. المهم بغيت أتكلم عن سفرتي للمغرب هاي المرة وتصويري لثلاث مناطق زرتها، اللي هي جبل موسى، تطوان، أبشر ورفح. طبعا أماكن وايد حلوة المغرب، مثل ما شفتوا في الفيديوهات، مثل ما تشوفوا بالصور، أماكن سياحية حلوة. فأتمنى إن شاء الله السنة الجاية أكون مرتب عمري أحسن من السنة هذه. السنة هذه استغلت وايد في التصوير، استخدمت أشياء وايد في التصوير، تفلسفت مثل ما تقولون على السيت أب مال الكاميرا، سواب لينسز بين الكاميرات. أنا بهدلت عمري في المرة هذه بسبب الحماس الزايد، لكن إن شاء الله المرات الجاية بكون شوية أهدى، بعتمد على ديفايس واحد، يا تليفون يا كاميرا واحدة. الكاميرا الثانية حق التصوير، السنة هذي خربت وايد، وغيرت البطارية وغيرت الهواوي D30 Pro على ما اعتقد، ونيكون D5. فان شاء الله السنة الجاية او الوقت، يعني اي سفرة جاية اغطيها، انا اغطي احداث السفرة والمكان اللي بسيرة، بكون مرتب عمري بشكل ازيد، بكون مرتب عمري بطريقة أحسن من الطريقة اللي سويتها السنة هذي، وإن شاء الله كنت تعلمت من الأخطاء اللي عندي، اللي هي العيلة مستعيل في كل شيء. إن شاء الله المرات الجاية ما بكون مستعيل، بكون مركز زيادة، وبسوي ريفيو. أنا العادة ما أسوي ريفيو لأن أنا من الأولد سكول يعني، فما أسوي ريفيو نفس الوقت، لكن المرات الجاية إن شاء الله بحاول أغير الطبع هذا اللي فيني. ان شاء الله يعني بصور واسمع واشوف الفيديو، واذا ما عجبني برضه في تيك توك اكسترين لين ما يضبط كل شيء. المهم انجوي ذا فيديوز زين، ان شاء الله محتوى الفيديو يعجبكم، واتمنى اسمع رايكم، واذا عجبكم الفيديو بخليكم.